أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من كواليس الاقتصاد. لقاء اليوم في كواليس الاقتصاد حول قانون الشركات. فمن المسؤول عن غياب قانون عصري للشركات؟ أكثر من 50 قانونا أقرت منذ العام 2007 باستثناء قانون الشركات. والشركات محكومة بقانون من العام 1964 وندعي تطوير الأعمال والنهوض بالقطاع الخاص. كيف يؤثر غياب قانون شركات فلسطيني على القطاع الخاص والاقتصاد برمته؟ قانون شركات فلسطيني في غزة والضفة تنتظر. ضيفي في كواليس الاقتصاد في الجزء الأول دكتور حسن أبو لبدي وزير الاقتصاد الأسبق، أهلا وسهلا فيك. أهلا في برنامجنا وعلى طاولة كواليس الاقتصاد. حياك الله. من المقدمة دكتور، كما أسلفت، غياب غير واضح وغموض يكترف عدم إقرار قانون الشركات. أكثر من 50 قانون أقرت بعد حالة الانقسام اللي صارت وغياب التشريع بما فيها قوانين اقتصادية لها علاقة في البلد، لكن حتى اللحظة هناك غياب كامل لوجود قانون شركات عصري بالوقت اللي القانون الحالي 64 القانون الأردني المطبق في الضفة لا يلبي احتياجات أو الحد الأدنى من احتياجات شركات القطاع الخاص للمفترض إنها هي اللي عم تنهض باقتصاد البلد. فهل قانون الشركات ليس أولوية كان على الحكومات السابقة ولا الحكومة الحالية، ومن الذي تسبب في تعطيل هذا القانون حتى اللحظة بحكم معرفتك ودرايتك في هذا الأمر كوزير اقتصاد سابق؟ شكرا جزيلا. يعني أولا دعني أؤكد أن المشكلة في عدم صدور قانون شركات عصري لم تبدأ في عام 2007 وإنما بدأت منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. كنا نفترض ونتوقع ونأمل أنه حينما قامت السلطة الوطنية الفلسطينية أن يعني تتولى إعادة صياغة البيئة القانونية والتشريعية السائدة في تلك الفترة لتكون منسجمة تماما أولا مع الطموحات والتطلعات الفلسطينية فيما يتعلق بالاستقلال الاقتصادي، وثانيا فيما يتعلق بالحداثة والعصرنة وما شابه. قانون الشركات هذا تحديدا منذ يعني الثلث الأخير من القرن من يعني بعد 1995 وحتى اليوم هناك محاولات يعني مستمرة لإصداره بشكل يتلائم مع احتياجات الاقتصاد الوطني الفلسطيني ومع التطورات في العالم اقتصاديا، ولكن لأسباب عديدة كل مرة يعني تتم المحاولة لتقديم هذا القانون بالشكل المناسب تصطدم ببعض العراقيل التي يعني أعتقد أن لها علاقة ببعض المصالح والتي تمنع صدوره. بالمناسبة القانون الذي يوجد الآن على طاولة السيد الرئيس هو يعني لم يوضع على طاولة الرئيس للمرة الأولى، هناك مرة سابقة مثلا في عهد الرئيس الراحل أبو عمار ولم يصدر على الرغم من ذلك. أنا أعتقد أن عدم صدور قانون عصري للشركات يعتبر واحد من المقيدات المهمة على إمكانية النمو الاقتصادي، ناهيك عن أنه السلطة الوطنية الفلسطينية لم تنجح حتى الآن بتطوير بيئة تشريعية ناظمة للاقتصاد الوطني حتى يكون اقتصاد قادر على المنافسة وقادر على الصمود وقادر أنه يكون جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد العالمي. طبعا نأمل أنه الآن مع يعني الخطوات المتعلقة ب يعني وضع وقائع على الأرض بشأن ممارسة الشعب الفلسطيني الحق بالاستقلال وصدور قانون قرار الجمعية العامة حول يعني وجود دولة فلسطين المراقبة وغير العضو، أرجو أن يكون حافز لي يعني تنشأ ورشة وطنية يتشارك فيها ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس التشريعي والمجتمع المدني وذوي المصالح الأخرى لتصدر رزمة قوانين وتشريعات أولية وثانوية من شأنها أن تحول هذا الاقتصاد من اقتصاد يعني في ظل القرن 21 ولكنه غير عصري لاقتصاد قادر أن يكون جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد المنطقة، لأنه هذا الاقتصاد يجب أن ينافس الاقتصاد الأردني والاقتصاد المصري والسوري يوما ما وكل بما فيها الاقتصاد الإسرائيلي. ولذلك عدم صدور القانون هو ليس يعني دعني أقول عثرة أكاديمية، هو عثرة حقيقية
في مسيرة الاقتصاد الوطني، لأن القانون الحالي وهو قانون 64 تم تعديله أكثر من 7 مرات في الأردن الشقيق، وقانون 29 في غزة ما زال ساريا، وهذا يعني أنه عدد كبير من الممارسات التي تعتبر تقليدية في ظل الاقتصاديات المنفتحة والحرة غير قائمة الآن، وهناك مشاكل يومية يعني يتسبب فيها هذا الغياب. طيب الغياب واضح دكتور أنه عم بيأثر بصورة سلبية، بدون ما ندخل بتفاصيل هاي الصورة إلا إذا الوقت سمح لنا بذلك، كحكومة تقديرك هل قامت بكل ما عليها، خاصة بحكي عن الفترة اللي كنت فيها حضرتك وزير اقتصاد، هل قامت بما عليها لغايات نصوص القانون من جانب، وبالتالي كمان إقرار هذا القانون كما شأنه شأن القوانين الأخرى اللي أقرت واللي عددها أكثر من 50 قانون في الآخر؟ بنحكي عن قانون يعني له علاقة بصلب العمل الاقتصادي في البلد، فإذا كان عندنا إيمان بأنه القطاع الخاص عم بقود الاقتصاد، إذن ليش مكبلينه حتى اللحظة بقانون من العام 64؟ بهذا يعني أعتقد الحكومة بريئة من دم هذا القانون بالذات، يعني لأنه يعني أنا شخصيا ربما من حسن أو سوء حظي يعني واكبت تطوير هذا القانون بالذات، ليس من منذ أن كنت وزيرا ولكن حتى منذ عام 2004 حينما كنت في وظيفة أخرى، وحتى في عام 2006 و2007 حينما كنت في القطاع الخاص أيضا كان لي دور أعتقد أنه كان مهم في تطوير النسخة السابقة على نسخة 2008، وحينما يعني قدت وزارة الاقتصاد قمنا بتطويره وتقديمه لمجلس الوزراء وإقراره في مجلس الوزراء ومن ثم تحويله كما هو مطلوب للرئاسة للمصادقة عليه. وفي كل هذه عفوا ب 2008 ولا المرحلة التالية 2010 هذا القانون، هذا القانون أعد وجهز يعني كتكست كمادي يعني في 2006 2007 2008. في 2008 لا أعلم لماذا كنت أنا بعيد عن الحكومة، يعني قامت الحكومة بتعديل مواد محدودة جدا من القانون، وأعتقد أنه يعني لم تكن بصراحة خطوات موضوعية في تلك الفترة، لأنه هي عدلت بعض المواد المتعلقة بصلاحيات وامتيازات مثلا مراقب الشركات وقضايا أخرى طفيفة جدا، ولكنها أغفلت يعني متن القانون بالكامل الذي يعني يتعامل مع عدد كبير من القضايا التي لا يوجد فيها نص قانوني. القانون صادقت عليه الحكومة بشكله الكامل وحول بالقراءات الثلاث وحول للرئاسة من أجل التصديق عليه في عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ يعني هناك أسباب أنا لا أعلمها شخصيا يبدو أنها تحول دون توقيع القانون. وبصراحة أنا يعني في أكثر من مرة تحدثت في حينه مع السيد الرئيس، وكان آخرها حتى يعني مشان أكون يعني وثائقي خلينا نقول، أنا آخرها كان في 23/7/2011 وأبلغني، ويعني كنت يعني بوفد يعني خارج الوطن مع السيد الرئيس، وأبلغني أنه سيقوم بتوقيع هذا القانون فور عودته، وفعلا حينما عاد كان هناك 5 قوانين موجودة على مكتبه، وقع 3 منها ولكن لم يوقع القانونين الآخرين لأنهما لم يعرض عليه. إذن في يعني في هناك سبب رئيسي، أنا أعتقد أن هناك شخصيا لا يوجد لدي أدلة، ولكن أعتقد يعني أن هناك مصالح، في حدا مستفيد من عدم وجود القانون، يعني يعطيني سبب تاني، بده يكون في هناك مصالح تحول دون أن يصدر قانون عصري، قد تكون مصالح ضيقة وقد تكون مصالح واسعة، ولكن يعطيني سبب واحد لإقناع مشاهدينك حول لماذا تقر 3 قوانين رغم أنه السيد الرئيس أمامي طلب أن يعني تصدر كافة القوانين، تقر 3 قوانين ويحجب قانونان، واللي أنا باعتقادي من بين رزمة القوانين الاقتصادية التي يجب أن تصدر هم أهم قانونين، اللي هو قانون الشركات وقانون آخر اللي هو يسمى قانون ضمان الحقوق بالمال المنقول. تنين ما صدروش؟ لم يصدروا حتى الآن. ومش بس هيك، بعد كل الحوارات اللي تمت في 2006 و2007 و2008 وإلى آخره، علمت أنه يعني فتح المجال مرة أخرى لنقاش وتعديلات إضافية. هل من المعقول أنه بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ب19 سنة ما زلنا غير قادرين على الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق الوطني الاقتصادي العلمي المهني الموضوعي من أجل إصدار قانون شركات؟ أنا أعتقد أنه هذا سقطة كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية وخطأ جسيم بحق البيئة الاستثمارية الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني. لا يجوز
انه احنا يعني ندعو العالم للاستثمار في فلسطين ويعني نتغنى ببيئة استثمارية قاعدتها الأساسية قانون شركات، يعني ليس فقط أنه قديم جدا ولكنه لا يتضمن العديد من المواد والأحكام الواجبة في هذه المرحلة في ظل وجود اقتصاد يعني عالمي متقدم الى يعني الى طريق يعني بطريقه غير مسبوقه وغير حتى يعني قابله للتخيل. هناك مشكله اساسيه اسمها انه في تقصير كبير في وضع اللبنات الاساسيه لاقتصاد عصري جاذب للاستثمار، منصف للنشيطين فيه، ومحيط بكافه انواع النشاط الاقتصادي يعني في الوطن الفلسطيني. طيب الحكومه كما ذكرت بريئه من دماء هذا جزئيا هذا القانون. لا جزئيا طيب. جزئيا بريئه بمعنى انه قامت بدورها واوصلت هذا القانون للرئاسه، ولكنها ليست بريئه باستمرار الانتظار دون يعني ان تفتح حوار مع الرئاسه ربما ودون ان يعني تستفسر عن سبب عدم صدور هذا القانون واي قوانين اخرى. هل هذا ممكن يقودنا بشكل او باخر دكتور ان الحكومه جزء من احد الادوار الموجوده في الرئاسه انه هذا القانون لا يقر، ولا تقديرك الحكومه مخلصه تماما؟ انا بعرف انك انت بتحب كثير انك تهبش في الحكومه وفي هذا، يعني هذا ممكن اللي بدك يعمله، ولكن انا بقول لك بحدود ما اعلم لانه انا منقطع صار لي فتره عن هذا الموضوع. انا اعتقد انه هذا القانون مركزي واساسي بالنسبه للاقتصاد الفلسطيني. عدم صدوره حتى الان يعتبر تقصير كبير في مساله توفير الحد الأدنى من مقومات الاقتصاد النشط. الحكومة لا تستطيع أن تستمر بالقول إنه إحنا بدنا بيئة استثمارية مواتية، بدنا المستثمرين يجوا يستثمروا عنا وكذا كذا 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 كذا، وبنفس الوقت تقبل بأنه هذا القانون لا يصدر. هذا القانون يجب أن يصدر، وإذا لم يصدر على الحكومة أن تدرك أنه هناك إرادة سياسية لا تقبل بالفكر والسياسات التي قام عليها هذا القانون، إذن عليها أن تقدم بديل. طيب. ولكن يجب تحت أي ظرف من الظروف أن لا نستمر بالانتظار إلى أن يعني يصبح العالم يعني في واد لا نستطيع على الإطلاق أن نجاريه. أنا هذا الأمر عفوا اللي حبيت أحطه في نصابه دكتور قبل ما نروح للتقرير الميداني. لما الحكومة امتلكت الإرادة لتعديل بعض القوانين وخاصة قوانين الضريبية وأخصها بالذكر بشهر 9/2011 وشهر 10/2011 قانون ضريبة الدخل اللي عمل ضجة وانزعاج كبير لدى القطاع الخاص، وقامت عليه ثورة القطاع الخاص بالحوارات وإشكاليات، وتراجعت الحكومة عن بعض المواد وعدلته. المقصود لما امتلكت الإرادة وقررت أنها تعدل القانون عدلته وأصدرت فيه قرار، طلعت كمان مرة ونفذت الحكومة يعني عدلت دكتور. لابد من وجود مسؤول. من المسؤول عن منع هذا القانون أنه يطلع على البلد؟ مين المسؤول أنه يورجينا هذا القانون يشوفه؟ أنا بجاوبك، الكل مسؤول بما فيها أنت وأنا. هذا من أخطاء النظام السياسي الفلسطيني. هذا القانون يعني أنا صراحة بحبش نحكي عن قانون واحد، لأنه أنت لما بتحكي عن أنا عفوا دكتور يعني حلقتي اليوم يعني عنواننا اليوم فهم، بس يعني لما بدك نضرب أمثلة لكن هو عنواننا الوطني هيك. بدك تحكي عن منظومة التشريعات الأولية والثانوية، لأنه بصراحة طلعت هي المشكلة مش بالقانون بس. طب بكرة بصدر القانون، إذا ما صدرتش اللوائح التنظيمية اللي يجب أن تصدر حتى ينفذ القانون، بظل القانون مش منفذ. أنت أنا بجيب لك مثال، سنة 2010 صدر قانون الصناعة لأول مرة في تاريخ البلد، يعني لم يكن هناك قانون صناعة قبل عام 2010. وينه؟ تعرف وينه؟ على الرف. ليه؟ لأنه لوائح لم تصدر، إلى أن تصدر لوائح هو غير نافذ. صدر قانون اتحاد الغرف التجارية، يعني هذا صدر رفع عتب هيك نحكي؟ لا بقولش أنه رفع عتب، أنا بعتقد أنه هذه خطوة مهمة كانت. ماشي، ما أنت قانون الصناعة بده سلندر، انت حطيت القانون وما حطيت السلندر، معناته في هناك عندك الان نصوص موجوده على الرف في الكثير بدون يعني انا قصدي اقول انه يعني انا لا اعتقد انه المسؤوليه مقتصره بطرف دون الاخر. المسؤوليه تشمل كافه الاطراف، المستفيدين لانه بصرش لازم يرفعوا صوتهم، هم ناس ذوي مصلحه بصدور هذا القانون يعني بالسواد الاعظم، الحكومه
لأنه صدور قانون عصري بيمكنها إنها تقوم بدورها بطريقة أفضل وأشمل وذات نفع أكثر ربما على المواطن الفلسطيني، وهي وظيفتها تخدم الرئاسي، لأنه الآن سلطة التشريع بيد السيد الرئيس، وبالتالي لا يجوز إنه السيد الرئيس يصدر تعليمات 3-4 مرات، وأنا جزء يعني حد أدنى 3 مرات أمامي، وعلى الرغم من ذلك يعني لا يصدر القانون. لازم يصدر قانون ينسخ القانون الحالي. الآن صار في حوار مع مختلف يعني الستيك هولدرز ذوي المصلحة، أول وثاني وثالث ورابع، ثم ماذا؟ المسؤولية في عدم صدور هذا القانون تشمل الجميع، القطاع الخاص. القطاع الخاص ليش لما صار في مسهم بشكل مباشر قانون الضريبة قاموا بما قاموا به، ولعدم صدور قانون الشركات أشك أنه في حتى مذكرة تصدر لأي جهة في وقد هذا يكون أهم من حيث وقد يعني يكون أهم على المدى الأبعد هو أبعد لأنه هو بيأسس لها. ليش طيب في هاي الحالة صار في هناك يعني حراك أدى إلى الضغط على الحكومة والوصول إلى نتائج جزئيا مرضية؟ بس المفترض دكتور عفوا القطاع الخاص شارك بنصوص هذا القانون في مرحلة شارك بالكامل، مش بس شارك وهو شريك اساسي. وبصراحه يعني نقدر نبرر ذمته من منع اقرار هذا القانون. لا يعني مش قد بالضرورة. يكون هناك مصلحه بشكل او باخر. انا بقول لك القطاع الخاص ممثلين عن القطاع الخاص وهم اغلبيه كانوا في على الاقل بالفتره اللي انا كنت عندي فكره يعني كنت محيط بها ساهموا مساهمه مباشره وبال يعني بالقانون. وعندك انت ضيفك اللي جاي بعد الاستاذ هيثم كان له دور مهم في ذلك وهو واكب تلك الفتره وكان من اللجنه المصغره التي شكلت مش بال 2010 حتى في 2008 اعتقد او 7 لاستكماله. الاشكال هو انه القطاع الخاص الان بعرفش اذا هو بيشعر انه مش متضرر من عدم صدور القانون. عدم صدور القانون لليوم يعني انه في جهه ما إما أنها لا تمتلك الإرادة السياسية لإصدار القانون أو أنها مستفيدة من عدم صدور القانون. بدك تفتش على أنا ما عندي معلومة ما عندي فكرة. أنا عندي فقط حالة استغراب مستمرة أنه في بعد 19 سنة من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية لم نتمكن حتى الآن من تجديد المنظومة التشريعية والسياساتية الخاصة بأداء الاقتصاد الفلسطيني حتى يكون هذا الاقتصاد مش عنده تحديات كثيرة من بينها تحدي استمرار الاحتلال وتحدي غياب البيئة التشريعية. على الأقل خلينا نحصر هالتحديات باستمرار الاحتلال، يعني لأنه تعديل البيئة التشريعية بإيدينا مش بإيدين حدا تاني. طب يعني إذا كان الأمر بإيدينا ونمتلك الإرادة وزمام الأمور لابد من وجود جهة تمنع إصدار هذا القانون؟ ممكن، أنا ما عندي معلومات. أنا زيك يعني والسؤال مفتوح طبعا للكل. احنا ما بدنا نحكي شوف بس هذا سؤال مشروع حكومي او قطاع خاص او مؤسسه او الى اخره. هذا سؤال مشروع ومش بس هيك، انا يعني كثير من الاسئله مشروعه حول لماذا لا ناخذ خطوه الى الامام في مجال يعني ليس فقط يعني تنظيم مسيره الاستقلال الاقتصادي عن اسرائيل وانما تجسيد ذلك. ولكن أنا ما عندي يعني ما بقدر أنا أفتي في موضوع ما عندي فكرة عنه. أنا بس بقول لك أنه لا يجوز أن يستمر هذا الحال مهما كان وضع السلطة ومهما كانت العلاقة مع أي طرف داخلي أو خارجي. في هناك مجموعة من التشريعات الأولية والثانوية، أنا بأكد على الثانوية لأنه إذا لم تصدر الثانوية الأولية بتضل على الرف يعني، ومجموعة سياسات التي بدونها ما تحكي عن اقتصاد فلسطيني منفتح على العالم وما تحكي عن اقتصاد فلسطيني هو عضو في منظومة الاقتصاد العالمي ولا تحكي حتى عن اقتصاد فلسطيني جاذب للاستثمار سواء كان المحلي أو الخارجي. ببساطة محور أخير دكتور، تقديرك في أبعاد سلبية مباشرة لعدم إقرار هذا القانون على القطاع الخاص؟ نعطي يعني يا سيدي أجيب لك جزئية بسيطة، أجيب لك جزئية صغيرة جدا. هذا الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد صغير جدا، والأغلبية الساحقة من منشآته الاقتصادية منشآت صغيرة جدا جدا جدا، هي مهملة تماما في القانون الحالي. ليس هذا فقط، أنت اليوم روح افتح شركة رأس مالها $10,000 ستستهلك 40% من رأس مالك قبل ما تفتح الباب، رسوم وقيود وكل هذا الكلام. قانون الشركات الجديد يمكن الشركات القائمة من التوسع الأفقي والعمودي في نشاطاتها، يمكنها من يعني مواكبة التطور يعني العالمي
في موضوع الاقتصاد، هناك عدد كبير من الشركات التي نشأت كأشكال قانونية في العالم وهي غير قائمة عندنا، مثلا الشركات القابضة ومش عارف شو كل هذا الكلام الآن، يعني اللي ما لها ذكر أصلا في القانون 64 نهائيا. ومش بس هيك، كل القضايا المتعلقة بال يعني بحوكمة الشركات المساهمة العامة برضو مش قائمة، كل القضايا المتعلقة ب يعني دور مراقب الشركات ليست يعني واضحة، وهناك الكثير الكثير من الصلاحيات يعني غير المحدودة للوزير مثلا في القانون الحالي وهكذا. قانون الشركات في أي دولة هو انعكاس للفكر الاقتصادي الذي يسود النظام السياسي في تلك الدولة. في فلسطين للأسف الشديد منظومة التشريعات الاقتصادية ما زالت قاصرة عن إنها تعبر عن فلسطين بكرة. هذه المنظومة هي منظومة فلسطين امبارح، والقرار متروك للقائمين على هذا البلد إنه بدهم يكونوا جزء من بكرة ولا جزء من امبارح. أنا بعتقد مشان إحنا نعطي الحد الأقصى من الفرصة لكل فلسطين إنه يكون جزء لا يتجزأ من الإنتاجية الاقتصادية العالية، لازم توفر له بنية تحتية تشريعية أولية وثانوية مهمة ومريحة وليبرالية في الشأن الاقتصادي. كمان مرة أنت اطلع، لو مثلا كان في هناك شوية يعني انفتاح في مجال المنشآت متناهية الصغر والصغير والمتوسطة اللي بسموهم SMEs اللي لا يوجد أي تشريع ينظمها ولا يوجد أي ذكر لها في أي مكان، تخيل لو أنه هذه يعني تم معالجة أمورها سواء كان بنصوص قانونية في قانون الشركات أو حتى بنصوص أخرى يعني بقانون خاص، ستجد أنه خلال 4-5 سنين ربما حد أدنى 50,000 فرصة عمل جديدة خلقت في هذه القطاعات الصغيرة. اليوم أنت بسبب يعني غياب القانون الثاني مش قانون الشركات، الآن بيكون عندك أنت شركة $50,000 بيخلصوا مصرياتك قبل ما تبدأ لأنك غير قادر أنك توصل لتمويل مشروعاتك لأنه ما عندكش إشي ترهنه غير هالبيت، بجوز رهنه لشغلة تانية تكون. بينما في دول أخرى الكثير من الشركات لا تستهلك من رأس مالها أكثر من 10-20% والباقي هي تسهيلات مالية تحصل عليها من مصادر مختلفة بسبب البيئة القانونية المواتية والمشجعة للاستثمار الإضافي فيها. هاي مشكلتنا. حتى اللحظة دكتور، هذا الموضوع له علاقة بفاعلية الرقابة على الشركات تقديرك بالوضع الحالي؟ أنا برأيي الرقابة على الشركات هي بدها جلسة خاصة فيها، لأنه إحنا ما عندنا رقابة على الشركات بصراحة يعني، وأنا لا أقصد بس عندنا مراقب شركة، عندنا وظيفة مراقب شركات وأنا بقصد الشخص بعينه، ولكن أنا بعتقد أنه ما عندنا رقابة على الشركات بدليل شوف عدد آلاف الشركات اللي عمالها بتسكر واسأل ليش ما حدش بيعرف، وفي شركات بتفتح في المقابل شوف الشركات المساهمة العامة مثلا تعتن شوف الرقابة عليها وين موجودة، ورغم أنه في 3-4 جهات بتراقب عليها. الرقابة على الشركات بشكل عام أنا بعتقد أنه هي مش بس قاصرة، يعني أستطيع القول أنها غائبة من واقع تجربتي الشخصية. رقابة الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني هذه موضوع ثاني، لأنه أعتقد أنها غائبة. أنا بحكي عن في الاقتصاد، رقابة الشركات في وزارة الاقتصاد تحديدا، رقابة الشركات في الاقتصاد الوطني غائبة. شو السبب دكتور؟ أولا أعتقد أنه في هناك يعني حاولت تعمل إشي انتهى. أنا حاولت شخصيا بس أنا يعني هذا موضوع ثاني، يعني في يعني يوم أن يعني بنحكاش في جلسة زي هذه. عشان بقدر نحكي حاليا هناك غياب للرقابة. أنا شخصيا يعني بسرعة أنا واثق من ذلك. هناك غياب للرقابة. أعطيني أي إثبات إنه أي شركة سواء كان مساهمة عامة أو مساهمة خاصة بموجب قانون 64 مفروض إنه بياناتها المالية تدقق وتدرس وكل هذا الكلام ويفتى فيها. أعطيني فرجيني. الآن حسب القانون ما حاولت ولا حالة واحدة دكتور. أنا في الآن مش في لقاء معك حول تجربتي في وزارة الاقتصاد، أنا حول قانون الشركات. بدك تستضيفني في تجربتي حول وزارة الاقتصاد بتجيب حدا من وزارة الاقتصاد كبالي وسألني اللي بدك إياه، بس أنا الآن بس في هاي. طيب رقابة مش موجود ما بين مش يعني قاصرة، في غياب للرقابة نحكي هيك، في غياب للرقابة ما بين فلسطين الأمس اللي حكيت عنها وهذا يعني سؤال الأخير، وفلسطين اليوم. لو كنت رئيس حكومة في فلسطين الغد شو ممكن تعمل في موضوع قانون الشركات؟ يعني لو كنت صاحب قرار بالتأكيد يعني بجوز موقع شهادة، بجوز موقع واحد متقدم أكثر منه. كمان مرة أنا بعرف أنه حلقتك حول قانون الشركات،
لابد من وجود منظومة الحد الأدنى من البيئة التشريعية المواتية في الشأن الاقتصادي، حتى كل واحد بده يمارس النشاط الاقتصادي بفلسطين يكون عنده ما يكفي من الحافز للقيام بذلك، وكل واحد عنده مصريات زيادة في العالم العربي أو الغربي يشعر أنه بسبب هذه البيئة التشريعية فلسطين هي مقصد استثماري مواتي مشان يجي ويستثمر ويربح بحق الله ويضل رايح. هذه فلسطين بكرة. فلسطين بكرة لازم يكون فيها بنية تحتية تشريعية اقتصادية قادرة إنها تمكنها تعبر إلى القرن 21، قادرة إنها تمكنها إنها تعبر إلى الاستقلال التام والانفصال عن إسرائيل، وقابلة إنها تكون خليني أقول عادلة تجاه مختلف أبناء شعبنا. نعم. وتحديدا اللي عندهم نشاط اقتصادي. الوضع القائم يعني أخشى أن أقول إنه هو تشريعيا يحاب الكبير على حساب الصغير. شكرا دكتور حسن أبو لبدي، كنت ضيفي في برنامج كواليس الاقتصاد، وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق. شكرا، يعطيك العافية. حياك الله أهلين. رؤيتي لقانون خاص بالشركات رؤية قانون عصري ملائم للقرن 21، ملائم لبلد وضعها ما دون الصفر بكتير وبحاجة لكل استثمار ممكن يجينا من برا ومن جوا كمان. احنا يعني بحاجة لاجتذاب ناس تستثمر تيجي عشان احنا عنا شغل بيسوي مصاري، مش عشان يجوا لدعم الشعب الفلسطيني. سودة القانون صارها موجودة من أكثر من 3 إلى 4 سنوات، وتم نقاشها بهذيك الفترة حتى مع بعض ممثلين القطاع الخاص، ولكن من الواضح أنه غياب المجلس التشريعي كان هو السبب والعامل الأساسي في تأخر إصدار هذا القانون. وبعد ذلك للأسف غياب المجلس التشريعي لعب دور، بالإضافة إلى على ما يبدو غياب الاهتمام الحكومي بقانون الشركات كعنصر أساسي يجب العمل على إقراره، بما أدى أنه لازمنا نطبق قانون 64 في الضفة الغربية، وقانون أقدم بكثير حتى في قطاع غزة حتى الآن. إحنا المسؤولين، إحنا بمعنى إحنا شعبا وسلطة، إحنا بمعنى إنها يمكن إحنا ما طلبناش كفاية بقانون جديد، أو يمكن ما كانش فيه اهتمام من السلطة في قانون جديد. بس كمان اللي بدي أحكي فيه مش بس قانون شركات، يعني فيه مجموعة قوانين تدعم قانون شركات عصري وحضاري، منها قانون عقوبات لردع المخالفين مثلا، منها قانون ضريبة، منها قانون تشجيع استثمار. كل هاي القوانين بمجموعها بتدعم الوضع الاقتصادي بالبلد، تشجع الاستثمار عنا. المسؤولية الأساسية على الجهة التي يجب صاحبة المشروع يجب أن تكون هي وزارة الاقتصاد الوطني، هي الجهة الأساسية المعنية بقانون الشركات. كان هناك عدة مبادرات عدة مرات، أنا شخصيا عملت في أكثر من لجنة عملت على صياغة القانون، لكن للأسف في المراحل النهائية كان لا يتم الاستمرار فيه. القانون شائك ويتعرض لكثير من النقاط الخلافية، فبالتالي كان ربما الكل يهرب من هذه المسؤولية في اللحظات الأخيرة. اللي بيطلع على الشركات هناك تخوف عند القطاع الخاص أو عندي شخصيا من نقطتين أساسيتين في هذا القانون. تم استحداث نوعين من الشركات، الشركات الحكومية والشركات شركات الشخص الواحد. تخوفنا من الشركات الحكومية أنه نرجو أن لا يتم استخدام هذا البند في إنشاء شركات حكومية تقوم باحتكار بعض المنتجات كما كان موجودا عند وصول السلطة الفلسطينية على البلد، وتحديدا في ذلك الحين كان الإسمنت وغيره من بعض القضايا الأخرى. لا نرى ضرورة وداعي في إنشاء شركات حكومية في هذه المرحلة، لأنه إحنا بلد ما عندناش صحيح لا عندنا بترول ولا عندنا موارد طبيعية كثيرة لتحتكرها الحكومة. من عام 94 بدأ العمل على أول مسودة القانون، وللأسف حتى الآن لم ينجز، وفي كل مرة كان يعاد العمل تقريبا من الصفر على قانون جديد. المسودات التي عدت في الجزء الأكبر منها كانت جيدة، يعني وأي منها كان يمكن أن يعالج الجزء الأكبر من النواقص الموجودة في القانون الحالي، على الأقل نقيصة كونه يسري أنه في كل شق من شقي الوطن يسري قانون مختلف.
أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من برنامج كواليس الاقتصاد وحلقة اليوم بذكر حول قانون الشركات. أستاذ هيثم الزعبي أهلا وسهلا فيك، محامي ومستشار قانوني. طبعا وجودك معنا اليوم بصفتك ساهمت في وضع نصوص القانون الخاص في قانون الشركات اللي لم يرى النور حتى اللحظة هاي، وهذا اللي بنحاول نناقشه. وأثرناه مع ضيفنا في الجزء الأول الدكتور حسن أبو لبدي بصفته كان وزير اقتصاد سابق. لم يقر القانون حتى اللحظة هاي، لابد في هناك معوقات. بحسب تقديرك وأنت كمطلع على هذا القانون ونصوصه وساهمت بوضع مواده، ما الذي يعيق وجود قانون شركات عصري حتى اللحظة؟ أول شيء شكرا لك وشكرا لاستضافتكم أستاذ طلعت. الحقيقة بدي أصل يعني أتطرق لموضوع في صلبه من البداية. المنادى بوجود قانون عصري وحديث ويراعي التطورات يعني مشخصة بشكل ثابت، وفي كان جهد كبير لإصدار هذا القانون وصياغة قانون عصري جديد يراعي أفضل وأحدث التطبيقات القانونية في الدول المقارنة. ولما عملنا هذا القانون درسنا أنظمة قانونية مختلفة في الأردن، في مصر، في الخليج، بعد حتى النصوص اجت من دول أجنبية درسناها، شفنا أفضل ما هو موجود، حاولنا أن نزرعها في هذه المسودة. ولكن قبل ما نحكي، وأنا بحب أتطرق لمحطات مهمة في القانون، مسودة القانون الجديد، يجب أن نشخص موضوع المعوقات اللي بتواجه إصداره بشكل موضوعي. والحقيقة يعني يجب ما نتحمس كتير لعملية إنه فقط الإصدار، نشوف الإصدار هي جزء من 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 خطوات وآلية لإعمال قانون جديد شركات وليس فقط لإصدار. وهي وقد تكون المعضلة الأولى من تجربتي ومن حكم يعني وجودي في أكثر من موقع في مرحلة هذا القانون، هو موضوع الوضع السياسي والانقسام السياسي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. في رأي ورأي قوي وموضوعي ومهني يقول بأنه يعني إصدار قانون الشركات، مسودة قانون الشركات اليوم بقرار بقانون من سيادة الرئيس يسري على الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا سيخلق إشكالية حقيقية للشركات العاملة في قطاع غزة، حيث ستصبح مركزها القانوني مركز قانوني مخالف لقانون صادر وناجز وفاعل. وأنت اليوم لأن هذا القانون لن يعني يحظى بالاعتراف والتطبيق في قطاع غزة بسبب الواقع السياسي، فأنت عمالك أنت هون بتكون ما خلقت تعقيد إضافية للشركات في غزة، ويجب عليك أن تتصدى لها قبل ما تستعجل وتصدر القانون. لأنه أخطأ يعني المادة المهمة أنه آخر مادة في القانون تنص على إلغاء، بحب أقرأها، ما هي مادة 276 بتقول يلغى قانون الشركات رقم 12 لسنة 64 وقانون الشركات رقم 18 لسنة 29. هذا إذا بتوافق الرأي أستاذ هيثم يعني نص موجود في كل القوانين. صحيح. يلغى ما قبله. صحيح. هذا جانب. جانب آخر، من 2007 لغاية اليوم أقر أكثر من 50 قانون. صحيح. وجزء منها أيضا قوانين اقتصادية. صحيح. مثل قانون الصناعة، مثل قانون الغرف التجارية. ليش هذا تحديدا اللي ربطناه بالشركات في غزة؟ طب فيه كمان غرف تجارية في غزة وفي غرف تجارية في رام الله ونابلس والخليل. صحيح. سؤالك ليش هذا اللي بنتذرع فيه الآن بنقول أنه ممكن الانقسام يكون جزء من السبب، مع أنه في قوانين اقتصادية أخرى أقرت؟ يعني هل قانون الشركات يعزز الانقسام والقوانين الأخرى الاقتصادية لا تعزز؟ هذا جانب. جانب آخر، غزة قرأت في القراءة الثانية قانون شركات. صحيح. سؤالك مهم وموضوعي، وأنا بالعكس يعني أثير كمان إنه في قوانين أخرى صدرت، ولكن أيضا صاحب القرار مسؤول عن قراره. أنا كم التذرع هي قد لا تكون تذرع، هي مواجهة مسؤولية، في شعور من صاحب القرار اللي عنده بده يصدر هذا القانون إنه طب أنا عندي مسؤولية تجاه الشركات العاملة في غزة ومنها بعضها بعمل في الضفة الغربية. إذا بتقول لي هل أنا بدخل بهاي المنطقة السياسية، ولا بتقول لي شو في طريقة مبتكرة للخروج من هالأزمة، لأنه حقيقة سيخلق أزمة في ما يتعلق في الشركات في غزة. القوانين الأخرى ما بتمس حقوق مكتسبة موجودة، بس أنا اليوم شركة في غزة، يعني شركة خدمات ولا شركة مصنع ولا بنك ولا شركة تأمين مؤسسة على قانون 29 وأنظمة الداخلية على قانون 29 وأنا موزع إذا وكل شيء مسجل في غزة، يجي قانون يطلب مني تعديلها وتصويبها،
يعني قانون جديد وأنا بدي أروح أصوب الأدوات التنفيذية هناك لن تقبل القانون الجديد، أنا حطتني بموقف صعب. إذا تسألني وأنا كان هذا رأيي، ما هو الحل للخروج؟ هل نعطل وجود قانون عصري مشان هذا الواقع السياسي، ولا كيف ممكن يكون يعني خلاقي؟ هو معطل تحصيل حاصل. بس كيف نستعجله؟ أنا في حل. وعفوا الفجوة بين القوانين والفجوة بين الإجراءات ما بين ضفة وغزة موجودة، يعني صحيح أن هناك قوانين مصرية صحيح وهناك قوانين أردنية. بس إذا تصدر قانون جديد عم تتطلب فجنسية القوانين بداية مختلفة هنا وهناك. صحيح، مشان هيك لازم هو لأنه بدك تصدر قانون يوحد، ما بتقدرش تصدر قانون يكرس التفرقة. أنا مع، بس لو تسمح لي بهاي أوضحها تقنيا، إنه الحل الأمثل في رأيي دستوريا اللي، وهذا أيضا كان رأي بعض عدد من دكاترة الجامعات وفقهاء القانون لما طرح هذا المحظور أو القيد، إنه يا عمي يوجد ما يسمى في الدستورية في التطبيق المتدرج للقوانين. يعني أنا أفهم إن هذا القانون يصدر وتنص فيه المادة إنه يسري على كافة الأراضي الفلسطينية، ولكن يقول يستأخر تنفيذه في قطاع غزة إلى حين إصدار قرار في ذلك من قبل مجلس الوزراء. وهذه فتوى ممكن وهذه فتوى بتريحنا كلنا، لأنه ما بتشعر الواحد عنده كمان ثقل المسؤولية أني ما بقدر أطبقه بغزة بس أصدره، وهذا بنفس الوقت. إذن الحل موجود. الحل موجود. في ناس بيقولوا أنه هذا الحل ومع ذلك بيأثر على الوضع، ومع ذلك القانون لم يقر. صحيح. يعني خلينا نحكي، مش هذا الباب الوحيد اللي ممكن يكون حال دون إقرار القانون. لا، باب الانقسام بس يأخذ بعين الاعتبار. في موضوع ثاني كمان، لكن واضح انه مش هو الباب الوحيد. في موضوع ثاني يجب برضه ان نكون في منصفين، انه القانون الجديد واحنا يعني لما صغناه وضعنا رقابه فاعله وناجزه لمراقب الشركات والادوات، وهناك نوع من الحوكمه المتدخله في عمل الشركات، في بياناتها الماليه، في افصاحاتها، في عملها، في دور الموائمه بين دور مراقب الشركات وهيئه سوق راس المال اللي بتراقب على شركه المساهمه، على شركات المساهمه العامه، مع البنك المركزي، مع سلطه النقد، في دور صار كبير لمراقب الشركات من نتيجة هذا القانون، دور حيوي لم يعد فقط مسجل بسجل شركات وبيحضر هيئات عامة، صار في طلب منه دور بنيوي في الرقابة. طب نسأل حالنا، الدور هذا مفقود حاليا، مش موجود حاليا بيبذل جهد كبير حقيقة مراقب الشركات، مش بس الدور مش موجود بصورة عامة كون القانون لا ينص على لا مش بس هيك. خليني أطرق لهذا الجانب الوضع الحالي في سؤال آخر، بس خليني أقول على هذا الجانب، هذا القانون يحتاج أيضا لبناء جاهزية تنفيذية تطبيقية تحتضن نصوصه ومتطلباته. فإذا بطلب أنا من الشركة أنها تعمل مجموعة من التقارير والبيانات إلى دائرة مراقب الشركات، أيضا بدي أعزز دائرة مراقب الشركات بكفاءات وبقدرات اللي تقدر تمشي العمل. اليوم الواقع الحالي بالعناصر يعني لا يكفي لحمل لهذه العبء الإداري المتولد عن هذا القانون، فيجب أن أعمل بالتوازي، بصدر قانون بس بعزز كفاءات وببني. يعني أنا بتذكر في حقيقة في الأردن، هو هذا يعني هذا بجوز التقليد، مش يعني إحنا مش كثير خبراء فيه، خلينا نحكي بصراحة بيني وبينك بغير ما حدا يسمعنا. يعني ما حصلش إنه أصدرنا قانون وجهزنا، بمعنى ممكن يعني ممكن زي ما كان بالزمانات الصغيرة نحكي إن نشتري جهاز التسجيل قبل التلفزيون، نشتري الريسيفر قبل ما نجيب التلفزيون، فهذا إشي طبيعي ما عندنا مشكلة فيه. لكن السؤال فعلا هذا المحور لازم نروح له بقوة. افترضنا أقر القانون اليوم، نعم افترضنا طلعنا من الحلقة اليوم لقينا يا عمي صاحب القرار في هالبلد أقر القانون الآن، مدى جاهزيتنا لتطبيق القانون من جهتين، الجهة الأولى كحكومة كجهة تنفيذية اللي هو مراقب الشركات التابع لوزارة الاقتصاد، وفي قطاع خاص، هل القطاع خاص فعلا جاهز لهذا القدر الكبير من الشفافية، من النزاهة، التقارير، الحوكمة، البيانات الإلكترونية اللي لازم يقدمها؟ هل احنا جاهزين؟ فكرك على الطرفين يعني قبل ما نحكي ليش ما عندنا قانون. صح. السؤال هل احنا جاهزين لهذا القانون؟ هذا كثير، هذا النقطة اللي انت بتلخص بالفعل مداخلتي في هذا الجزء. يجب الجاهزية تكون افضل. انا ما بعتقد الوضع الحالي، طبعا بنعرف الشح الموارد المالية الموجودة امام السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن انا بدي اقول انا راجعت مراقب الشركات في الاردن مثلا اللي هي دولة مجاورة، يعني بتحكي عمالك عن مؤسسة ضخمة بفروع ودوائر ودوائر متخصصة وخبراء ماليين واقتصاديين وتحليليين ومحامين ومستشارين قانونيين، وكلهم بيشتغلوا كخلية مشان ايش؟ لانهم عندهم قانون مقارب لهذا القانون، على فكرة قانوننا متطور عادة. فبس هل سؤالك هل ما هو موجود اليوم من عناصر
ومن عم بيعملوا جهد كبير حقيقة لإنصافهم، بس هل هم قادرين يتحملوا عبء هذا القانون؟ في رأيي الشخصي الجواب بالنفي. يعني قبل ما نعمل القانون بدنا نعمل تهيئة لأوعية وأدوات وكفاءات ودوائر تحتضن هذا القانون، مش بشكل كبير مشان ما نبالغ، بس حقيقة يعني لأنك في عندك آلاف الشركات، وهي آلاف الشركات تصوب أوضاعها. طب شو متوقع لو هاي آلاف الشركات بدها تروح عند دوائر مراقب الشركات عشان تصوب أوضاعها وفق القانون؟ مين في هل في موظفين كفاية؟ هل في أدوات؟ هل في مستشارين قانونيين كفاية حتى نصر هذا القانون؟ أنا بقول نمشي بالقانون بس، ولكن بالتوازي نفكر إذا في إرادة سياسية. أنا برأيي وزارة الاقتصاد معنية بهذا القانون. أنا بس عفواً، يعني بلقائنا بالجزء الأول أستاذ هيثم، وزير الاقتصاد الأسبق نفسه بيعترف إنه كمراقب شركات إحنا مش جاهزين، يعني موضوع الرقابة شبه غايب تقريباً، وبالتالي الدور الفاعل للرقابة على الشركات في ظل هيك قانون عصري بحاجة لإمكانيات، بحاجة لتكنولوجيا، بحاجة لطواقم غير متوفرة. وإحنا هون ما منلوم مراقب الشركات، إنما منلوم أو منوجه النقد للجهة اللي أسست هاي الدائرة أو هاي المؤسسة، إنك أنت عم بتقدم قانون ما عندك الأدوات لتطبيقه على الأرض. بس مشان أقول هل نقول إنه في الرقابة يعني مش موجودة؟ بعتقد إنها عبارة يعني فيها تنطوي على شيء من الظلم. الرقابة اليوم على الشركات مش بس عند مراقب الشركات، مراقب الشركات أحد الأجهزة. معلش هينا نأخذها، لازم المستمع يكون عنده يعني إدراك. ما في داعي للقفز لاستنتاجات يعني فيها بعد يعني بعيد عن الواقع المهني. يعني اليوم الشركات المساهمة العامة تخضع لرقابة هيئة سوق رأس المال. هي سوق رأس المال يعني فيها منظومة من الأدوات الرقابية اللي تطلب تقارير ربعية، وتطلب تشكيلات مجلس إدارة، وتطلب إقرار للتقارير المالية. هيئة سوق رأس المال كاملة لها دور المنظم والرقيب على الشركات المساهمة في تعلق في تداول الأسهم خصوصا في السوق المالي. فبالتالي هذه موجودة وفاعلة ويحسب لها أنها حققت نجاحات. مراقب الشركات يبذل جهود كبيرة للتوائم ضمن إمكانيات وضمن المتاح. وزارة الاقتصاد برضو بحاولوا ضمن المتاح. بتقول هل إحنا في الوضع المثالي؟ أكيد مش وضع مثالي، بس نحكي عن نيجي على القانون. هذا القانون الجديد إذا اليوم أصدرناه، وسؤالك حلو وواقعي، هل في ناس تحمله على الأرض مباشرة؟ أنا أعتقد بدنا جهد على هذا الموضوع، ما في شيء فوري، لأنه هذا بتطلب يعني أخطر ما في اللي هي طلب تصويب الأوضاع. تصويب الأوضاع معناته كل شركة تروح عند مراقب الشركات مش وين تصوب أوضاعها، وإذا ما صوبت أوضاعها بتصير مخالفة للقانون، وبالتالي بدك يعني الأولى الوزارة تصوب أوضاعها من حيث الإمكانيات. إحنا واضحين أنتوا الإعلاميين والأدوات، أنا نحكي الأدوات. الأولى تقديرك تقديرك الوزارة يعني تصوب أوضاعها إنها قادرة إنها تتحمل عبء القانون، وبالتالي تقدم الخدمات المطلوبة لتنفيذ القانون بالنسبة للقطاع الخاص. بعدين نيجي نحكي على القانون. يعني تقديرك، وهذا محور أخير لو تكرمت، خلي الوضع على ما هو عليه، خلي القانون بالأدراج وخلاص. ما أبدا أنا بحكي إن القانون يعني طال انتظاره وإصداره شيء حيوي ويعطي دفعة، هو برضو مش فقط دفعة يعني مادية، وإنما برضو معنوية، بأنه في تهيئة لقانون شركات جديد في فلسطين. وبحب إذا بتعطيني دقيقتين أتطرق شو القوانين، شو اللي جابه القانون الجديد. القانون الجديد عالج أشياء مش لم تكن ليس غير موجودة، منها شركات الشخص الواحد، منها الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين، منها الشركات القابضة، منها الشركات المدنية، منها الشركات غير الربحية. عالج موضوع الاندماج. اليوم احنا هذا كان أثناء الأزمة المالية أستاذ طلع، وهذا كله غايب طبعا في القانون 64. نعم مش موجود الاندماج مثلا، اللي هو كان أهم شيء تخرج من الأزمة المالية. إنه اليوم بقانوننا الحالي لا يمكن تعمل اندماج، لأنه الاندماج عندنا بقانون الحالي يتطلب تصفية الشركة، ولا أحد. وكان واجهنا كمحامين معضلات صعبة جدا وصعوبات في عملية الدمج، لأنه النصوص لا تسعفنا. تحويل شركات مساهمة عامة لمساهمات خصوصية، أو مساهمة خصوصية لمساهمة عامة أيضا غير هذا كله لأنه كله أنت بتعرف هذا القانون 64 ما كانش فيه بورصة. يعني بالأردن دخلت البورصة سنة 76، إحنا في منتصف التسعينات، فعندك قانون لسه ما كانش فكرة السوق المالي موجودة لما طلعت. فحقيقة لا، إحنا مع وجود القانون، مع إصداره، بس مع أنه ما نطلع فقط على إصداره، وإنما نطلع أنه إصداره لا يكفي، إعماله المهم، وبدنا نهيئ له أجواء. موضوع غزة انحكى فيه في وجهة نظر حقيقية ومسؤولة، يمكن تجاوزه بشكل مريح. هذا رأيي بشكل يعني مهني فقط، مش يعني
في هذه الحدود. بتوافق الرأي على أن القانون الجيد في إيدين سيء يكون قانون سيء، والقانون الجيد بإيدين والقانون السيء بإيدين جيدة بيكون قانون جيد؟ بمعنى أيا كانت القوانين بين إيدينا لو طبقناها بصورة جيدة ممكن تؤدي لنتائج جيدة. كلمة أخيرة أستاذ. يعني أنا بقول إنه أنا يعني مشان ما أكونش يعني ضمن عبارات يعني تحتمل الصواب والخطأ كلما كيف ننظر لها، أنا بقول إنه يجب أن نعمل كلنا بشكل مشترك، القطاع عليه الخاص عليه مسؤولية، الحكومة عليها مسؤولية، المشرع عليه مسؤولية، إنه يمشي بالتوازي. ما بينفع يعني في بتذكر محامي كان بهمني كان متدرب معنا في أثناء عملية صياغة القانون، قال هذا القانون سيارة فور ويلر يعني ماشي، بس الشارع عندنا صغير، فبالتالي بدك الشارع يكون برضه توسع الشارع عشان يمشي ويحلق هال، وهذا يعني بجوز أبلغ تعبير يعني هو أنا عجبتني منه بس أنا بضاها حاضرة بذهني إنك بدك توسع الشارع وبدك تضبطه، مش بكفي تعمل سيارة. فأحيانا في الكمبيوترز بيكون المشكلة مش في السوفتوير، بيكون المشكلة برضه بالهاردوير. صحيح. فلازم يكون في الكومبيتابيليتي اللي هي إنه الهاردوير ماشي على السوفتوير مشان كلنا نمشي ونلاقي إنه متقدم، بس القانون جيد وفي إرادة حقيقية عند الحكومة وعند الوزير. وعلى فكرة للحق يقال انه اللي شكل اللجنه اللي عملت القانون في البدايه هو الدكتور جواد ناجي. نعم. احنا كنا و يعني تمت بفتره قصيره انجاز المسوده الاولى. فالكل عنده نوايا حسنه، بس الكل لازم برضه يوعى انه في محاذير معوقات يجب مواجهتها وتغلب عليها بشكل قانوني تقني ودستوري يحفظ الجميع يعني مهنيتهم ومسؤوليتهم ويشعروا بانهم على ارضيه قانونيه صلبه. شكرا لوجودك معنا في اهلا وسهلا فيك استاذ هيثم. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. أشكر. لم ننجح بتطوير بيئه قانونيه ناظمه للاقتصاد الفلسطيني وحاميه ومشجعه لعمل الشركات. غياب اليات فاعله للرقابه على الشركات في فلسطين يعني أضرار جسيمة وغياب البوصلة. تصويب الأوضاع في الأجسام الرقابية هي الخطوة الأولى، وهناك مصالح تمنع إقرار قانون الشركات. هذا طلعت علوي، يحييكم.